سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. جيتكم اليوم بوصفه خفيفه ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه نبداو بالمقادير: طرف دجاج اللي عندكم، شويه ثوم، زيت، زيت زبده، بصله كبيره مرحيه، توابل، انا حطيت راس الحانوت، ملح، فلفل اسود، زنجبيل، كركم، وشويه كزبر ومعدنوس. نبدا نقلي الدجاج ومع الثوم في شوية زيت وزبدة، نخليهم يتقلاو مليح ونزيد لهم البصل مع التوابل. بعد ما يتقلى الدجاج نزيدو له كميه قليله من الماء، ما تكثروش بزاف باه تجيكم المرقه خاطره. هذا هو شكل لاصوص بعد ما طاب. انا تكثرت الدجاج وحطيته في بلايط كبير، نزيد له شوية حمص، حكمت بطاطا قليتها، راح نزيدها للدجاج، قليو الكمية اللي بغيتوها ونزيدو لهم لاصوص ونحطوها في الفرن. انا زدت لها شويه فرماج، وبعد ما تغلي البطاطا مع لاصوص نزيد نعقلوها بالبيض وشويه معدنوس.